كاترين احنا ما جايين ننظر هون ولا جايين نعلم الدولة شغلة، ولكن هيدا مؤتمر صحفي منه مقبول. انا ما حقدر اقرب لطلع الوزير، بعتذر طبعا من المشاهدين، ولكن انا وكذا زميل اللي بعدنا على جنب، لانه هيدا مش اليوم، نحن هيدا مش بزمن الكورونا، هيدا المشهد الكل يعني. انا ما حقرب ولا زميلي فرناندو كمان مستعد انه يقرب بهيك وضع. وبالتالي الان وزير الصحه عم يتحدث، ربما بس يخلص المؤتمر يلي بزمن الكورونا ما بقى مقبول هيدا المشهد، ساعتها من بعدها نحن بركي بناخذ منه كلمه. اما بهيك وضع انا بدي اعتذر من المشاهدين، بدنا نرجع نشوف التصريحات كانت عم تطلع من داخل المطار، حرصاً علينا نحن كصحفيه. يعني كنا عم نسمع كل التصريحات من يعني داخل المطار. للوزير بلي 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 لهالمؤتمر. Like many of you, everyone at CBS 17 is practicing social distancing because of the coronavirus. Social distancing is deliberately increasing the physical space between you and another person. The CDC recommends staying 6 to 10 feet away from that other person.